زوج أختي حبني، هاي قصتي لليوم وراح أحكي لكم تفاصيلها. كل ما كنت أروح البيت أختي أحس بفد نظرات وتصرفات واهتمام مو طبيعي من زوجها، حتى الترحيب والسلام يختلف. إحنا البنات نعرف هالأمور ونحس بيها. الموضوع ما قدرت أسكت عليه، رحت وقلت لأختي اللي هي مرتها، انصدمت ورفضت الفكرة وحتى رزلتني وقالت لي زوجي 10 سنين ما شفت منها الأمور اللي أسمعها، ولا سمعت فد يوم خانني أو صاحب بنات أو عنده سوالف مكسرة. أختي تعرفني ما أكذب وما أحكي بهيجي موضوع من فراغ أو من كيفي. والله يومين ودزت علي، قالت لي أريد نتفق أني وياك ونشوف زوجي شنو ممكن يسوي وياك أو لي وين يريد يوصل، فأنتي انطي مجال من تحسين بدأ بالاهتمام والتقرب منك وبالأمور اللي حكيتي لي عليها. وفعلا صار اللي كنت متأكدة من عنده، وجو قال لي أني أحبك وانت عاجبتني وأريد أسوي وياك علاقة. التكملة مع القصة ماكو داعي أحكي لكم إياها، لأن أكيد تعرفون أختي شنو سوت بعد ما تأكدت من الموضوع. معقولة يا بناتك وهيك شي بمجتمعنا؟ أكو واحد ممكن تدني نفسه على أخت مرته؟